بداية عام 88 وقف لبنان على مفترق طرق، ففي هذه السنة كانت ستنتهي ولاية الرئيس أمين الجميل، وانهمكت البلاد بالتفكير بالرئيس العتيد الذي وفقاً للاتفاق الشفهي الذي قام على أساسه لبنان يجب أن يكون مسيحياً مارونياً. طرح العديد من السياسيين اللبنانيين نفسه مرشحاً، إلا أن انتخاب رئيس للبلاد لم يكن مسألة محلية، إذ كان من الضروري أخذ العوامل الإقليمية والدولية في الاعتبار، وعلى وجه التحديد النفوذ السوري والأمريكي. لم يكن لدينا مرشح أبدا، تلك كانت من الاعتقادات الخاطئة في صيف 88. لم يكن هناك مرشح أمريكي، لم يكن هناك واحد أبدا. أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية كان قائد الجيش اللبناني. اجى لعندي ضابط صديق وكثير يعني بذكره سفع اليوم خارج السلك، اسمه العقيد طلال فواز، وكان هذا العقيد من اصدقائه للعماد مشعل عون. قال لي انه العماد مشعل عون بيرغب يزور دمشق وبدي يحكي وياهم ويتحدث وياهم. انا نقلت الرغبه هاي وصار في حديث طويل يعني تقييم للوضع، وبالفعل تمت الموافقه ووجهت له دعوه وطلع إلى هناك. وقت الرجع مشهورة هاي، جمع الضباط بوزارة الدفاع باليرزي وأشياء بسوريا وهجم النظام، هجم الحكم وتضيع منه أمين الجميل، وإجا بده يقيمه يومتها. بعت مشروع مرسوم للدكتور سليم الحص بإقالته وتعيين العميد أنطوان بركات، فالسوري ضغط حتى ما يصير هالشي ورجع مرة تانية طلع كمان. البير منصور هو حمل مشروع برنامج العماد عون للسوريين، وأنا كنت حاضر يعني حضرت بناقشت البيان البرنامج يعني في بلودان بمنزل السيد عبد الحليم خدان نائب الرئيس وعلى مائدة غداء، وكان برنامج يعني حافل بالمفاجآت وبالتطورات يحوز على رضا سوريا؟ في جانب منه كبير حاز على رضا سوريا، هو يغير. فالموضوع مع الأمريكان هو أنه بعثوا لي بدهم توصيات أني أدخل بالحل السوري مثل ما هو حاليا، مثل ما صار الهراوي صار. قلت له لبنان لا يمكن أن يفاوض على شيئين، عسيته واستقلاله، وهذه مراسلات خطية موجودة بيننا وبينهم. نحن طرحنا تعامل على طريقة يعني تقريبا على نموذج فؤاد شهاب مع عبد الناصر، بعتقد انه كان في طروحات ونماذج مقدمه غير من يعني اقرب للمقبول منه. هذا اللي بعتقده يعني. ما كان في موقف مبدئي من ميشيل عون؟ لا، ما كان في موقف مبدئي من ميشيل عون، ولا كان في موقف مبدئي من ميشيل عون منهم يعني بالمناسبه، لحد تاني ما يصير في غلط يعني. الموقف المبدئي اللي صار من السوريين من قبل ميشيل عون كان متأخر يعني، كان متأخر مش أساسي، وكان له صلات فيهم من قبل. هو يعني هو بيعرف العماد حكمة الشابي ومتصل فيه من قبل، وفي بيناتهم اتصالات وقت اللي كان أي جيش سابقة. قلت له الصف الخير، أنت بتحكي بغيابي ما تحكي باسمي، فيك تحكي عني بس ما فيك تحكي باسمي يا ألبير. هذا كل النواب اللي حكيوا معي بهالموضوع قلت لهم حرين تحكوا باسمكم، ممكن تقول عني أن أنا زلمة صالح كون رئيس جمهورية، أوكي هذا رأيكم، بس ما تقولوا الجنرال عون بده يعمل رئيس جمهورية. محسن دلول حكيوا ضباط معه بخصوني، بحبوني، كانوا بيمصدوا كثير يشوفونا رئيس جمهورية. انتبه بس انا اذا مثل ما قلت له حتى نكون واعيين يعني، اذا بدهم ينتخبوني رئيس جمهوريه بدون شروط، ايه بتحمل مسؤوليه، بتحمل مسؤوليه، لانه ساعتها بصير عيب يهرب من مسؤوليته واحد اذا بيلاقي في نداء له. بس انا حتى اطرح حالي لمركز المسؤوليه ما بدي، انا المسؤوليه يعني شرف انه احملها واحد، بس انا ما بستفيد منها، انا بتكلفني كثير تعب وكلفتني، انا كلفتني. كانت الأحزاب اليسارية والإسلامية في البلاد متفقة إلى حد كبير مع سياسات دمشق في لبنان. في بيروت الشرقية كان الوضع مختلفاً، فمنذ الإطاحة بالاتفاق الثلاثي برز سمير جعجع قائد ميليشيا القوات اللبنانية زعيماً رئيسياً في الوسط المسيحي المعارض علناً للوجود السوري في لبنان. Our existence
إن وجودنا كمسيحيين يتعرض لخطر دائم، وخاصة من قبل عدونا سوريا. سوريا هي عدونا الأول، علينا أن نحاربها وأن نكون أقوياء كمسيحيين ولبنانيين دائما في بلدنا. As Christians, as Lebanese, in our country and for always. بدأت مفاوضات بين مسيحيي لبنان وسوريا عبر الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. طرح الرئيس الأسبق سليمان فرنجية نفسه مرشحا وأيدته دمشق، إلا أن فرنجية كان مرفوضا من قبل الأطراف كافة في بيروت الشرقية التي اعتبرت أن سوريا تريد تعيين رئيس للبنان. يروي لي السيد خدام، كان قبل مورفي إجا شولز وحكي عن تسوية بالمنطقة وحكي بإيجابية عن سوريا، تذكر وقت اللي إجا مورفي تيحكي بالانتخابات اللبنانية سألوه السوريين، بيقول لي عبد الحليم خدام إنه هو سأله بالأول قبل ما يشوف الرئيس الأسد إنه ماذا عن نقاط اللي أثارها جورج شولز بزيارته الأخيرة المتعلقة بالتسوية في المنطقة. مورفي قال لهم لا، يعني مع عبد الحليم خدام لم يقدم جوابا. بيقول لي خدام انه قال ربما اذا التقى الرئيس الاسد بده يحكي هناك. مع الرئيس الاسد ما قدم اجابات، فرجع سالوا عبد الحليم خدام مره اخرى لمورفي. هذه المسائل نقطه 1 2 3 4 المتعلقه بالتسويه ماذا عنها؟ قال له انا ما عندي جواب. قال له قديش بدك تجيب جواب؟ قال له انا رايح بكره على واشنطن وخلال أسبوع بيكون عندكم الجواب. انتظروا السوريين أسبوع، بعد الأسبوع يوم يومين ما إجا جواب من أمريكا. اتصلوا السوريين بالرئيس فرنجية، طلع على الشام ومن هناك أعلن ترشيحه للرئاسة. وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد، والجيش وقف ضد، والقوات اللبنانية وقفت ضد إذا بتتذكر، وصارت المعركة معركة نصاب. أنا أعتقد أن السوريين كانوا عارفين أن سليمان فرنجية لن يصل، ما زال الأمريكان ضد، ولكن كان هالشي تعبير عن عدم التوافق السوري الأمريكي. في 18 من آب أغسطس وقبل نحو شهر من انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، قاطع نواب المنطقة الشرقية جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بينما وجهت اتهامات للجيش اللبناني وميليشيا القوات اللبنانية بإعاقة وصول النواب من بيروت الشرقية إلى مجلس النواب الواقع بين شطري العاصمة. ما كان لي دور تعطيلي ابدا، دوري تعطيل ابدا، بس انا رفضت الاسلوب، يعني انه ما راح اتدخل بالموضوع حتى امن انتخابات تعينت نتيجه تعينت من سوريا، يعني بدون ما هي معركه. اعلنوا رئيس المجلس انتخابات بتاريخ كذا، المرشح الوحيد سليمان فرنجي، تعالوا انتخبوا. ما حدا قطع الطريقه حدا، النواب بيكذبوا خطرات. في نواب تلفنونا قالوا لكم دخلوا لكم حطوا لنا حاجز منعونا لان ما عندنا عذر بكره ما نروحش على المجلس. ساهموا كمان بتعطيل جلسة انتخاب الرئيس مثل ما ما في شك. الكل تقريبا ساهموا بهذا الشيء. الكل ساهم. قام ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأمريكي بجولات مكوكية بين بيروت ودمشق في محاولة لإيجاد تسوية تسمح بانتخاب رئيس توافقي للبلاد. وجد ميرفي مهمته في دمشق شاقة للغاية. أولاً إقناع السوريين بأنه لا يوجد مرشح أمريكي شيء لا يصدق، فالقوى العظمى عادة لديها مرشحون. ثانياً الجهد المتواصل للوصول إلى اتفاق يؤمن انعقاد انتخابات وإقناع السوريين بأن هناك عدداً من الشخصيات اللبنانية اللبنانيون على درجة من علو الكعب والقدرة لا يكونوا معادين للمصالح السورية يمكنهم أن يتبوأوا سدة الرئاسة. كما شعر ميرفي بلا مبالاة سورية إزاء موضوع الانتخابات. في تلك الفترة كنا مهتمين بحصول الانتخابات أكثر من سوريا. شعر الأسد بأن لا فارق بين حصول الانتخابات وعدم حصولها. أعتقد أن بالنسبة للقرار السوري كان هناك نوع من الاضطراب، الارتباك، عفوا تسمي الارتباك
ما هي المرحلة التالية؟ ماذا بعد أمين جميل؟ كان الاقتراح السوري أن يطرح المسيحيون أسماء أربعة مرشحين تختار دمشق منها واحدا. كان أمريكا عم بتلح أنه قدم طلبات للرئيس أنه رئيس الأسد، فاعتبرت أنه لا يعني ما بعرف، اعتبرت هذه إهانة لي أنه اقترح هيك أمر، أو أنه يكون في أنه قدم أسماء يعني لا بالشكل لا بالمبدأ، يعني شيء طبيعي. تحت الإصرار الأمريكي قلت له، كان جون كيلي وقتها وزير، كان سفير جون كيلي، وكان إلي سالم ما بقى وزير خارجية، كان مستشاري للشؤون السياسية. قلت له لإلي سالم، تجتمع أنت والسفير كيلي، لأن السفير كيلي هو عم بيراجعني بهالموضوع، تجتمع أنت والسفير كيلي وأنت بتعرف شو التوجهات، بتعرف شو رأيي، وبتعرف كيف أنا يعني بفكر بقضية رئاسة الجمهورية. قعد أنت وي واستعرضوا كل الأسماء، أسماء اللي ممكن تكون هي مرشحة للرئاسة، وأنا بعطي كارت بلانش لإلك الشيء بتتفاهم أنت والسفير، خلي السفير يأخذ هالفكرة هذه، هو يعرض بقى الأسماء اللي بده إياها. يعني بنكون بغير طريقة غربلنا الأسماء، وضعنا هالغربلة هذه بتصرف السفير كيلي على أساس ضمن هذا بعد هالغربال هذا، أي إنسان بي 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 عنده حظ فنحن بنمشي معه. أن تحمل أمريكا أربع أسماء وتفرض على سوريا أن تختار واحد بينهم، بالتأكيد كما أعرف السوريين سيختارون الخامس. رفضت سوريا الأسماء التي طرحها المسيحيون، وأبلغت ميرفي أن مرشحها هو نائب لبناني يدعى مخايل الظاهر، وإلا فستؤيد ترشح فرنجية. قلت له لميرفي، قلت له أنا مخايل الظاهر بحترمه، ما عندي مشكلة معه، ورجل طيب وبعرفه نائب بمجلس النواب، زميل كان إلي بمجلس النواب، ورجل وطني ما عندي اعتراض عليه، اعتراض شخصي، بس بعتقد بالأساس وبالشكل رح تلاقي اعتراض كبير على الساحة اللبنانية، وهذا بصراحة يعني الكلام واضح كان مع ميرفي بهالتعبير، أنه أنا ما عندي اعتراض بس رح تلاقي إشكال على بالشكل وبالأساس. عندما غادرت دمشق وذهبت إلى بيروت في ذلك اليوم، فهمت أنه إذا كانت الانتخابات ستحصل، وهذا ما قلته للبنانيين، فمرشح سوريا هو مخايل الظاهر. لم أشعر أن دمشق تؤيد فرنجية. لم يكن سرا أن الرئيس الأسد كان يحترم سليمان فرنجية، والعكس صحيح، وأن الرئيس الأسد كان قد وفر المأوى لفرنجية في يوم من الأيام. أنصت الأسد لملاحظاتنا وشرح موضوع صداقته لفرنجية واعتقاده بأنه زعيم فذ ولم يلزم سوريا بمعارضة ترشحه، ولكن وفي الوقت نفسه أبلغني أن المرشح هو مخايل الظاهر، وإلا فلن تحصل انتخابات. عاد ميرفي إلى بيروت من سوريا، صار في ثلاث اجتماعات في آن واحد. ميرفي مع الرئيس جميل، أرسل مساعده للاجتماع بنا، وأرسل مساعد آخر للاجتماع بالجنرال عون، وتمت الاجتماعات في آن واحد، وكان الكلام واحد، أنه ميرفي حاول بكل جهده أن يمرر أحد الأسماء الأربعة، ولكن دون ما جدوى. رئيس الأسد بأول مفاوضات أصر أنه ما دام الرئيس سليمان فرنجي مرشحا هو لا يستطيع إلا دعم الرئيس فرنجي. بعد ما استنفد بالمفاوضات هذا الأمر، نائب الرئيس عبد الحليم خدام فتح له نافذة قائلا له، إذا تقبلوا بمخايل الظاهر ممكن أنه نمشي.
وصل ميرفي إلى بيروت ونسب إليه قوله إما الظاهر وإما الفوضى. قوبل هذا بمعارضة مسيحية فورية. كان التسويق الأمريكي سيء، يعني عندما يقولون هيك كانوا يسوقوا الأمريكيين أو الظاهر أو الفوضى كأنهم يتحدون شعور الناس، وإنه كأنهم عم بيقولوا لهم اختاروا الفوضى. I didn't say, and I think your research shows. لم أقل إما الظاهر وإما الفوضى. وأعتقد أن أبحاثكم تثبت ذلك. لم أقل ذلك أبدا. خلال وجودي في دمشق قال أحدهم إذا أعطيت اللبنانيين خيارا كهذا سيختارون الفوضى. لا أتذكر تلك العبارة التي نسبت إلي منذ ذلك الحين. تم انتقادي لعودتي إلى بيروت برسالة كان علي أن أدرك أنها ستكون مرفوضة تماما، ولكن شعرت أن علي أن أعود لأكمل المهمة التي حاولنا القيام بها. فشلنا. في الواقع كان هناك ثلاثة مرشحين، ففرنجية لم ينسحب، وريمون إدي لم يعلن عدم ترشحه، إضافة إلى اسم الظاهر لم يفكر أحد بهذا. إذن كانت هناك ثلاثة أسماء في ذلك اليوم الذي لم تنعقد فيه الانتخابات. نفس الصدام صار معي أنا ب 18 أيلول وأبلغت عن قرار تعيين خير الظاهر رئيس جمهورية وعلى مجلس النواب أن يصدق على هذا القرار. طار صوابي، قلت له من أنت يعني بتقرروا على أي أعطونا مسرحية انتخابات؟ هيك طلبت مسرحية انتخابات حتى على أي إذا تغير الوضع نضل مأمنين على مسار الانتخابات بيصير بشكل طبيعي. بقى مسرحية انتخابات لا ذاتس إديل ذاتس إديل. قلت له خلينا نفذوا أنتوا خلصوني، أنا مش مستعد غطيه. أنا لك ما بعمل أغلاط تاريخية، يمكن يقولوا البدنية عن الناس أنا ماني واقعي بهالموضوع هيدا. يمكن الناس الواقعية اللبنانية جعلت منهم ممسحة لكل سياسات العالم. شوف هو كان دائما يعني الاعتماد بالنهاية طبعا على الموقف الأمريكي. هو فقد الأمل نهائيا وقت اللي أبلغوا الأمريكيين بنتيجة اللقاء اللي صار بينه وبين نيوتن وقت اللي صار الاتفاق بدمشق على مخيل الظاهر. اجى نيوتن موفدا من قبل الامريكيين ليبلغ ميشيل عون ويطلب منه المساعده في انتخاب مخيل الظاهر امين الانتخاب. فابلغوا يومها انه مش هو الرئيس الجمهوري، وبالتالي يومها تاكد انه ما بقى في امكانيه رئيس الجمهورية، ومن يومها بدا حمله يعني كبيره ضد اصدر بيان عمل طلع بيان يومها موقف يعني جهدت نفسي كثير لحتى اني خففت من وطئته يومها ومن تصغيره بعد ما حاولت اني يعني ما خليه يطلع ما قدرت، وانما طلع موقف رسمي يومها ضد الانتخاب. ومن يومها بعتد انا بدا التورط بالقصة. انا بتذكر انا ونازل من الاجتماع مع الامريكان من النقاش، كنا نازلين بالسيارة أنا وسمير جعجع، فتحنا الراديو فنحن صوت لبنان وسمعنا أن جنرال عون أصدر بيان ويقول فيه هذا اتفاق الإذعان لا نقبله عن اتفاق ميرفي الأسد. كان سمير جعجع موقفه أنه نحن بنا رئيس جمهورية ولكن لا نقبل به مفروضا من الخارج. وبهالنقطة صار في اختلاف بيني وبين سمير، ولكن بالحقيقة ليس سمير جعجع يتحمل المسؤولية لوحده. كان الجو كله جو ضاغط، أكثر ضغطا كان الجنرال عون، البطرق كان باتجاه المقاطعة رفض الاتفاق، وبالتالي أدى رفض الاتفاق إلى عدم إجراء انتخابات رئيس الجمهورية وإلى تسلم الجنرال عون حكومة انتقالية. رفض الرئيس الجميل كل الاقتراحات التي قدمت إليه لتمديد ولايته الرئاسية. في 22 من أيلول سبتمبر من عام 88 وقبل 24 ساعة من انتهاء ولايته توجه الرئيس الجميل إلى دمشق للقاء نظيره السوري. أنا فوجئت وسألت الرئيس جميل إنه
بمن اتصل وكيف اتصل، وقلت له أنه يجب أن يعقد اجتماع يضم الأحرار والقوات والكتائب. بقول لي الرئيس جميل ما بهمك، ما يهمك من الكتائب وجورج سعادي ولا من الأحرار وداني شمعون، بهمني أنا سمير جعجع. طبعا نزلت في آخر الليل، كان سمير جعجع نايم أيقظته أخبرته، فكانت ردة فعل سمير جعجع أنه لا يفهم ماذا يحدث، أنه باعتبار شو في جديد حتى يذهب رئيس جميل إلى دمشق. وبدأ سمير جعجع يشك بكل تحركات أمين جميل. وفي صباح ذلك اليوم اتصل فيه رئيس جميل ليسألني أنه شو جواب سمير جعجع. فقلت له سمير مش موافق. قال لي طيب، واقترحت له أن يتصل به مباشرة. اتصل رئيس جميل قبل أن يأخذ الهليكوبتر وحكي مع سمير. سمير أبدى اعتراضه، وكاد الرئيس جميل أن يلغي الزيارة لولا غسان تويني وجوزيف الهاشم وإلي سالم ليقولوا لي ما بيصير تلغي زيارة رسمية. وبالتالي ذهب رئيس جميل وهو يعرف أنه تارك وراه شيء مضطرب لبل لغما سياسيا. حمل الرئيس اللبناني معه اقتراحين، إما الاتفاق على مرشح آخر غير الظاهر يكون توافقيا، وإما أن تطمئن دمشق المسيحيين بشأن ما سيأتي به الظاهر من مشروع وبرنامج سياسي وإصلاحات. اجتمعت مع رئيس الأسد. مع رئيس الأسد دائما في طريقة أنه بلش دائما نحكي التاريخ وجغرافيا، دائما في عنا يعني مدخل اللي هو ما له علاقة بالموضوع، موضوع اللي جين فيه. بحب الرئيس الأسد محدث طريف، وحب ياخذ ويعطي مع الزاير على كل حال، على الأقل معي نحكي كنا كثير بأمور مختلفة يعني، حتى وصلنا لموضوع ده. وأنا عم بطلع بالساعة لأنه في عندي طوافي بدي اضطر ارجع قبل ما تعتم الدنيا، وهذا آخر يوم الولاية، ما عندي يعني مضطر ارجع بأسرع وقت، والنواب ناطريننا كانوا ببكركي ناطرين انه اجي بالجواب الشافي. وهالزيارة هذه أحيت الأمل عند الناس. اجتمعت مع الرئيس الأسد، بدأنا الاجتماع، بحثنا بصورة عامة عن الأفكار اللي عم بطرحها هلأ، وأنه مكان الاجتماع كمان أنه بدون عمل بساحة النجمي. قلنا له بساحة النجمي يا سيادة الرئيس صعبة، لأنه عاودين نحن بصار لنا من 20 سنة عم بيجتمع النواب بقصر منصور على المتحف اللي هو همزة توصل بين اثنين، الكل بيقدر يوصلوا له بدون إشكال. بالساحة النجمي صعب على البعض يخاطر يفوت على ساحة النجمي، خاصة لاستحقاق من هذا النوع. فبين لي رئيس الأسد لا ما في لزوم يخافوا، نحن مستعدين، كل نايب نعطيه ضابط أو ضابطين من الجيش السوري يواكبوا. أنا ما بعرف إذا وجود ضابط من الجيش السوري ممكن يطمن لهالحد النواب اللي جايين من الشرقية. فأدخلنا هيك ببعض الأبحاث لريثما نوصل للقضايا الأساسية. أنا عم بحكي معه للرئيس الأسد، بيدخلوا له بيجي الضابط اللي عنده بمر بيعطيه ورقة، فبيعطيني إياها الرئيس الأسد الورقة، بقراها أنه في اجتماع حصل بوزارة الدفاع بين العماد ميشيل عون ودكتور سمير جعجع، وأنه الضابط حاطط أنه بأجواء تآمرية مش تآمرية انقلابية على الرئيس جميل. فبيعطيني الورقة الرئيس الأسد، قريتها أنا. قال لي رئيس الأسد بعتقد أنه كل الحكي اللي نحكيه ما له أهمية من الآن فصاعدا، لأنه إذا هودي الجماعة بيعملوا انقلاب إذن شو بتفيد نحن أنه نوصل لحل. عاد الجميل إلى بيروت ليمضي اليوم الأخير من رئاسته، وقد قرر تسليم البلاد إلى حكومة انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية.
أصر المسيحيون على أن يكون رئيس الحكومة الانتقالية من طائفتهم، بينما اعتبر المسلمون أن هذا هو خرق للميثاق الوطني الذي ينص على أن منصب رئيس الوزراء هو للمسلمين السنة. بأحوال الأزمة أسهل شيء اللا، والأصعب النعم، فاتفقوا على اللا لسوريا والأمريكان، يعني الاتفاق ميرفي الأسد، ولكن ما اتفقوا على البديل. ودخل سمير جعجع وأمين جميل بمفاوضات حول البديل، واضح كان البديل هو حكومة انتقالية. وأمين جميل بدأ بالأول أنه يريد أن يكون سمير جعجع في الحكومة، ولكن لا يريد أن يكون ميشيل عون. وجرت اتصالات عديدة أنا شاهد عليها، وكنت دائما أطمئن سمير، قل له أنه أنت مضمون في المرحلة الانتقالية، وجودك بحكومة انتقالية هو ضمانة سياسية لك. وكان هو متوجس وخايف. وصل سمير جعجع في ليلة آخر ليلة أنه ذهب معي ليقول لأمين جميل أن ينتبه، عليه أن يأتي بميشيل عون داخل الحكومة أيضا. يعني سمير كان بوضع معتبر حاله مضمون أنه سيكون في حكومة انتقالية، ولكن كان يفضل أن يكون ميشيل عون موجود بالداخل، وكان حشته الكبيرة أنه إذا كان هو داخل الحكومة وميشيل عون خارجها هذا سيؤدي إلى صراع بين القوات والجيش، وأنه إذا بدنا نضمن وحدة الجيش والقوات يجب أن يكون قائد القوات وقائد الجيش داخل الحكومة الواحدة. لكني سأظل بينكم مواطناً. في 12:00 إلا ربع ليلا، أي قبل ربع ساعة من انتهاء ولايته، أعلن الجميل تشكيل الحكومة الانتقالية. رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي: أرماد دقوقة، عين العماد ميشيل عون رئيسا لمجلس الوزراء ويحتفظ برتبته العسكرية في الجيش. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. فوجدت هلأ أمام مأزق، في فراغ، والدستور بيقتضي أنه يا إذا ما في انتخاب رئيس بده يتكلف حكومي انتقالي. فدائما تمسكي بالمؤسسات، شفنا شو بنص الدستور وشو بتقول التقاليد. بالنسبة للدستور لازم حكومي، والتقاليد في تقليد كان سنة 52 لما استقال بشارة الخوري كلف الفؤاد شهاب قائد الجيش مع حكومي ما بتذكرها وقتها قوامة، أنه هي تستلم المرحلة الانتقالية ومهمتها انتخاب العمل على انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت. فأخذت الدستور وأخذت التجربة سنة 52، واعتبرت أنه هذا الحل الأنسب الوقت الحاضر للبلد، لأنه كان عندي يمكن خيارات تانية. كان عندي خيار نألف حكومة، لأن الدستور ما بقول حكومة عسكرية، بقول حكومة انتقالية بحدد صلاحيات. كان عندي مجال أولا نجيب حكومة إلي أنا، حكومة تكون امتداد لعهدي. هذه رفضت رفض مطلق، يعني ما فكرت فيها حتى، لأنه كون عم بعمل مصلحتي ما عم بعمل مصلحة البلد، وهذه بتكون هالحكومة معرضة لكل الانتقادات ومعرضة لكل الهجمات. فإذا كان بدي يجيب حكومة، يا حكومة حيادية. هالحكومة الحيادية فكرنا بحكومة سياسية برئاسة بيير حلو، ويكون جامع كل الأطراف فيها. بيير حلو ما قدر يقلع بحكومة سياسية، لأن الحكومة التوافقية بتقتضي يكون فيها ميشيل عون وسمير جعجع. الأطراف الإسلامية كانت تهمي سمير جعجع بقضية مقتل رشيد كرامي، وكذلك الأمر كان عندهم اعتراضات على ميشيل عون، فكان في فيتو على اثنين. فإذا وقفت الحكومة السياسية هون، ما كان عندي خيار بقى أفتش، يا بدي أجيب مجموعة قضاة أو مجموعة عسكر. القضاة
ما بيقدروا يحموا حالهم، ما بقي لنا إلا حكومة تقدر تحمي حالها، يعني المجلس العسكري. وانتقيت المجلس العسكري، المجلس العسكري هو هيئة معترف فيها، هيئة رسمية من ضمن المؤسسات اللبنانية، مكونة بأيام حكومة رئيس رشيد كرامي. يعني كل الأطراف بالمجلس العسكري هي مقبولة من قبل كل الأطراف، كل أعضاء المجلس العسكري لأنه ستة مقبولين من قبل كل الأطراف، لأنه تعينوا بأيام رئيس كرامي وشارك فيهم وليد جملاط ونبيه بري والمنطقة الشرقية كمان كل القيادة. فإذا اعتبرت أنه هذا الحل الأمثل وتمسكت بالمجلس العسكري حصرا، يعني ما أدخلنا ولا أخرجنا حدا منه حتى ما يقولوا أنه رئيس الجمهورية عم بحاول يخربط أو عم بحاول يستفيد من ظرف معين. فأبقينا المجلس العسكري مثل ما هو، رغم أنه بهذاك الوقت كان في بعض التحفظات مني على العماد ميشيل عون، كان بلشت شوية هيك في فتور بالعلاقة لأسباب ما بدنا ندخل فيها. يعني لما غادر أمين جميل للحكم وعين الحكومة الانتقالية برئاسة العماد ميشيل عون، يعني هدف الحكومة هو مفروض تأمين إجراء انتخابات رئاسة، وهذا يعني ما لم يفعله ميشيل عون. لا أطلع، يعني اشتغل عمل كل شيء إلا هذا الأمر، يعني لسوء الحظ كانت عمل كل شيء إلا هذا الأمر، واشتغل على أساس أنه رئيس حكومة رئيس بلاد مسلم البلاد شرعيا، علما بأنه برأيي أنا وبرأيي دستوري تعيينه مرسوم تعيينه هو مخالف للدستور وحكومته غير شرعية، وبالتالي هي حكومة سليم الحص الشرعية، لأنه خلال الشهرين الأخيرين من حكم رئيس جمهورية ما بعد فيه يغير حكومة ويعين رئيس جمهورية يعين حكومة مثل ما بده، خاصة أنه هذه عملية انقلابية، لأنه بشار الخوري وقت العملها كان بعد في 3 سنين من عهده، كيف مش شهرين الأخيرين اللي فيهن يصبح الرئيس الجمهورية بحكم المرحلة الانتقالية واللي ما بقى بيقدر يغير حكومة ويخير حكومة، صارت الحكومة هي اللي موجودة هي اللي بدها تضل. اتصلت شخصيا بالوزراء المسلمين بلطفي جابر وبمحمود طي أبو درغم، اتصلت فيهم أنه في هلا نحن أمام مأزق، أمام عندكم مهمة وطنية وتاريخية بتمنى منكم أنه تقوموا فيها على أكمل وجه، وأنا قررت عين المجلس العسكري بمثابة حكومة انتقالية وبتمنى أنه تساهموا بانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت واتكال عليكم. في شيء اعتراض؟ يعني لا لطفي جابر ولا محمود طي أبو درغم اعتذر أو قال لي لا أنا ما فيني شارك، بالعكس كانوا شكروني وأنه الأمور منتهية. اللواء نبيل قريتم اللي هو الوزير يعني العضو الآخر عضو الثالث بالمجلس العسكري ما قدرت أحكي معه، ما كان موجود على ما بعرف وين كان موجود، غايب عن السمع. والعماد عون حكيت معه ما في مشكلة، العماد أبو جمرة والعميد أبو جمرة والعميد معلوف كانوا موافقين، يعني كل الوزراء موافقين. لما شفت انه هالامور هيدي ماشي الحال اتصلت بكمان في عنا مشكلة القوات، لانه كانوا القوات قوة على الارض، اتصلت فيهم انه بدنا نعمل الحكومة هيدي. كان يعني سمير جعجع منزعج جدا، لانه من جهة في هيك شوية نفور بينه وبين العماد عون، من جهة تانية كان متأمل انه القوات بهالمرحلة تلعب الدور اللي إنما ما قدر ما تسنالي، لأنه كان في فيتو محكم على هالحكومة الاتحاد الوطني اللي ذكرتها. أعلن رئيس الوزراء بالوكالة سليم الحص معارضته للحكومة الانتقالية، وعموما اعتبر المسلمون خطوة الجميل مخلة بالأعراف السياسية في البلاد. وداش الشعب على السخن وتكون أجواء سخنة بطل يصغي، بيبطل بس أنا تلاقي له أنه الخلل صار وقت العمان عون ماروني استلم رئيس الحكومة محل السنة. لا يا خي محل السنة، ما الحكومة الانتقالية بكفي يكون فيها وزير واحد يقول لا حتى يوقف كل الإجراءات فيها. وهكذا وبدل انتخاب رئيس يساهم في إنقاذ البلاد وقع لبنان في مأزق خطير، إذ أصبح دون رئيس وبحكومتين. حاول سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الوقوف على مسافة واحدة من الحكومتين، فالتقوا كلا من الحص وعون.
في بادئ الأمر نال العماد عون تأييد جزء كبير من الشارع الإسلامي، إذ رأى فيه وجها مغايرا لذلك الذي مثلته الميليشيات. وقف الطرفان على مسافة من بعضهما البعض. حاول مجلس النواب اللبناني انتخاب خلف لرئيسه حسين الحسيني فلم يتمكن لعدم اكتمال النصاب. اتخذت حكومة سليم الحص قراراً بإقالة ميشيل عون من قيادة الجيش اللبناني وإسنادها للواء سامي الخطيب. استمر الوضع يراوح مكانه حتى شباط فبراير من عام 1989، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش اللبناني الموالية للعماد عون وميليشيا القوات اللبنانية. كانت الغلبة لقوات عون عندما أعلن وقف إطلاق النار. نال عون استحسان معظم اللبنانيين. واجهته خاصة للعمل الميليشيا والميليشيات، رغم هذا اللي كان مأثر فينا أكثر ما يكون، إنه كان في وجه الميليشيات، يعني كان واجه بواجه الميليشيات، وهذا اللي كان الأساس. يعني قرار استعادة الحوض الخامس ملفأ بيروت مثلا، استعادة الحوض الخامس، استعادة تنفيذ القانون بالمساواة على الجميع، إلغاء دور الميليشيات بتحكم برقاب العالم، يعني كان عنده دور مهم بهذيك المواجهة. هذا أعطى مصداقية كتير ببيروت الغربية، وأعطى مصداقية عند كل الناس، يعني أعطى مصداقية عند كل العالم بهذه المواجهة مع الميليشيات، كانت أعطيته مصداقية بأنه بده يعيد بناء دولة. شايف كيف؟ ما بده يخليها سايبة لتحكم ميليشيات وتحكم ذاك. وبتعرف هذيك المرحلة اللي كانت، يعني العالم كان همها الأساسي كيف الخلاص من حكم الميليشيات، واللي بالنهاية كان وصل لدرجة من حكم الرعاع، يعني صار تتحكم الرعاع البشر تتحكم بالأوادي. اللي وقف الحرب بات تدخل جهات أجنبية، يا التدخل أمريكي يا تدخل عراقي بهذاك الوقت، لأنه كان على علاقة جيدة بالطرفين. وإنما اللي بعتقده أنه يعني يومها مع كانت غلطة تاريخية من أخطاء ميشيل عون اللي لا تعوض. أنا القوات اللبنانية كانوا طرف بهالنزاع، مثلهم مثل أمل، مثل اشتراكية، مثل غيرهم، والحل بعده منه شامل، وأنا ماني جاي حتى أحذف طرف ويأخذ محله. أنا أرفض، كنت أرفض أن أكون الطرف المسيحي وما زال في لبنان الطرف المسيحي. كسر مع القوات اللبنانية في شباط 89، أراد أن يربح كل الذين يتعاطفون ضد القوات اللبنانية، وأن يربح شريحة كبيرة بحاجة إلى ما يسمى الدولة على حساب الميليشيات. فربح كثيرا عند المسيحيين وعند المسلمين وعند العرب، لدرجة أنا أذكر أنه رفيق الحريري قال لي مرة أنه سمع مباشرة من الرئيس الأسد وصفا عن ميشيل عون قال فيه إنه رجل وطني. وأنا بعرف هذا المعنى، يعني عندما يقول رئيس الأسد إنه هذا الإنسان رجل وطني، هذا أقصى مديح يعطيه الرئيس أسد بشخص. في 14 من أذار مارس سقطت عدة قذائف على تقاطع حيوي في بيروت الغربية، فقتل وأصيب العشرات. أعلن العماد عون قيام ما وصفها بحرب التحرير من الاحتلال السوري، ونفى أن تكون قواته هي التي فتحت النار. يفترض عماد عون أنكم كنتم في موقع المسؤولية، ولذلك يعني أي رماية تتم من المنطقة التي تسيطرون عليها تكونون مسؤولون عنها، صح أو لا؟ بلا، بس ما مسيطرين على كل المنطقة، ما نحن عم نعترف لك مش مسيطرين على كل المنطقة. 14 أذار كان عندنا السيطرة فقط من دبي لبعبدة، يعني وبناء على ذلك على أنه وقت اللي قاموا ضدنا القوات اللبنانية كان عندنا بعض المراكز السكنات في منطقة كسروية اللي قدروا يسيطروا عليها وضربوها،
ما كان في عندنا قوة هونيك. بس يعني بتعرف يا بدعون انك خسرت كثير تأييد شعبي بالمنطقة الغربية نتيجة اللي حصل باليونسكو. في حيني ولكن الإنسان بس تعرف بس يعرفوا الحقيقة شو هي بعتقد إنه بنيرجع على الصواب بنيرجع على موقفهم الأساسي. أنا بخبرك شغلة تانية كمان وهي كل الناس شافوها، كان رئيس الحص يحط حد مكتبه كان حاطط بالأحرى أزيفة 240 لم تنفجر، وقال هاي من الأصف فيها الجيش اللبناني. تأسف انه هو رئيس حكومه كان ما بيعرف انه هذا السلاح مش موجود بالجيش اللبناني، وهذا الجيش مزور فيه الجيش السوري، وهذا انقصف فيها دار الفتوى وحد دار الفتوى وحد رئيس الحص. فاذا الناس كمان فيها تستنتج اشياء كثير يعني خارجه عن ارادتنا واستغلت بالاعلام ضدنا. انا لا يمكن بطبيعه التكنولوجيا كيف انا بدي اتصور انا قائد اللواء الثامن وقائد الجيش اللبناني، انا باللواء الثامن قبل ما اصير قائد جيش عندي شو كان نسبة اللواء الثامن اللي قاتل معي ثلثين 66% كانوا مسلمين و 34% كانوا مسيحيين. طبعا هذا الأمر كان في غير محله بالمعنى استراتيجي، لأنه من جهة فتح جبهة داخلية جرح مع سمير جعجع، ومن جهة فتح جبهة خارجية عليه وهو قصف على سوريا. تلك الليلة أعلن عون أنه بقي أن يكسر رأس الأسد فتفجر الغضب السوري. أنا لم أوجه الكلام بصفة شخصية له، وما تقول رأسه بده يتكسر الشعب اللبناني بده يكسر له رأسه. ردت سوريا بقصف عنيف دام لنحو يومين بشكل شبه مستمر استهدف بيروت الشرقية، بينما شاركت ميليشيا القوات اللبنانية في قصف بيروت الغربية. دخل لبنان دوامة من العنف استخدم فيها الطرفان أثقل أعيرة المدافع. وقف العراق الغريم التقليدي لسوريا إلى جانب العماد عون. هذه الفترة هي كانت فترة إدراك أن الخطر أصبح حقيقي بأن لبنان راح يتقسم، وخاصة أن القوى الإقليمية يعني كانت منقسمة، يعني أو خلينا يعني بصريح العبارة العرب المهتمين في لبنان كانوا منقسمين، وبالأخص سوريا والعراق كل واحد منهم كان وراء طرف من الأطراف لا يبخل عليه بشيء. تواصل القصف وتدخل العرب فأعلنوا تشكيل لجنة سداسية ترأسها وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مهمتها إحلال السلام في لبنان. أنا أول زيارة لي كمبعوث للجنة السداسية كان التمهيد يعني الاتفاق على يعني تثبيت وقف اطلاق النار والتحضير لوصول هؤلاء المراقبين، لكن بعد أول زيارة أنا كان يعني تقريري على أنه مع احترامنا الشديد للسادة وزراء خارجية إرسال مراقبين عسكريين لا فائدة منه إطلاقا، وحتى حصلت لي مشاكل شخصية مع الدول اللي كانت رح تبعث مراقبين لأنه بعض منها كان جاهز يعني اختار الناس وصبغ العربيات باللون الأخضر أظن اللي هو اللون بتاعهم، ويعني الناس كانت جاهزة، الجزائر واحدة منهم يعني الوحدة الجزائرية للانضمام كانت جاهزة مستنية بس أنه نقول لهم تفضلوا. لكن أنا قلت لهم يعني مراقبة وقف إطلاق النار تتم عندما يكون فيه خط واضح يقسم بين الأطراف المتقاتلة، لكن هذا مش موجود، وبالتالي واحدة من اثنين، إما الأطراف جادة في وقف إطلاق النار ومش محتاجة إلى مراقبين، إذا مش جادين المراقبين ما راح يفيدوك في شيء لأنه تيجي الطلقة من الشمال يعني في ثلاث أربعة أطراف مختلفة اللي موجودة من المنطقة دي ومتناحرة فيما بينها، لا يمكن أنك تحدد منين جات الـ فقلت لهم أنه حتى بالعكس أنا هذا الإخوان اللي تبعتهم لي واحد منهم راح يخطف، واحد منهم راح يعتدي على بنت، واحد منهم راح يسكر ويعمل لنا مشكلة، فيعني فائدتهم قليلة
والمشاكل الممكنة التي تصدر عن وجودهم كثيرة. وبالتالي أنا أنصح بقوة شديدة على أنه ما يجيش حد، وفعلا ما جاء حد. كان عشرات القتلى والجرحى يسقطون كل يوم. مجددا أصبح لبنان محط أنظار العالم، ولكن وللمرة الأولى كان لابد من إيجاد حل فعلي لحرب لبنان.